السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي. يونت 2 منهج Time for English in the restaurant، في المطعم. يلا حبايبي نبدأ مع بعض. Lesson 1 Conversation Time. جهز كتابك، Open your book، افتح كتابك، لازم يكون معاك كراسة برضو مفتوحة وقلمك جاهز. يلا نبدأ مع بعض يا حبايبي. Listen and repeat، استمع وكرر. Point to the speakers، أشر المتحدثين. Then listen again، ثم استمع مرة أخرى. Picture 1، زي ما احنا شايفين في Picture 1 و Picture 2 في عندنا man، رجل، و woman، و امرأة، وعندنا الويترس اللي هي الجرسونة. الويترس بدأت الكلام تلوم hello، أهلا. Are you ready to order؟ Are you ready to order؟ هل أنتم جاهزين تطلبهم؟ رد هنا عندنا الwoman، قالت لها I think so، أعتقد ذلك. I'll have a steak، أنا سوف أتناول لحم، لحم بقري. I think so، أعتقد ذلك. I'll have steak، سوف أتناول لحم بقري. زي ما احنا شايفين عندنا hello، ما تيجي ترحب بحد. Are you ready؟ سؤال بهل لأنه بدي بآر. طب انت قلت لنا يا مستر قبل كده في كورس جرامر سؤال بهل جابت يس ونو. ليه عندنا هنا expressions تعبير I think so؟ انا ممكن اقول لك مثلا do you like English؟ هل تحب الانجليش؟ تقول لي of course، طبعا. تقول لي sure، يبقى بنأجب على سؤال بهل برضو بعض expressions زي that's okay، of course، I think so. في picture 2 لما طلبت الستيك فهنا الويترس بتقول لها rare، medium، or well done، يعني عايزاه rare ني ولا medium متوسط الطهي ولا well done مستوي بالنسبة للحم يعني. قالت لها medium please، يعني متوسط الطهي. and a baked potato، وطبعا بطاطس معاها اللي هي بنقول عليها baked، مطبوخة أو مهروسة. and a baked potato، ومعاها كمان بطاطس. طيب تعال نشوف في picture 3. في picture 3 how about a salad، وماذا عن السلطة؟ دي صيغة اقتراح، لما تيجي تقترح على حد حاجة بتقول له how about أو تقول له let's. هنا how about a salad، ماذا عن السلطة، ايه رأيك في السلطة؟ قالت لها sounds good، تبدو جيدة، sounds good. في picture 4 هنا بقى المان بدأ دوره يدخل في الconversation، في المحادثة. بيقول لها what's today's special، what's today's special، ما هو الطبق المفضل اليوم الموجود عندكم النهاردة في الريستورانت؟ ردت الويترس قالت له spaghetti and meatballs، spaghetti and meatballs، يعني spaghetti وكرات من اللحم اللي احنا بنقول عليها كفتة. رد المان قال لها good، جيد. I am in the mood for spaghetti، I am in the mood for spaghetti، يعني انا في حالة مزاج للسباجيتي، عايزها يعني بحبها. I'll have that، I'll have that. لو لاحظنا هنلاقي الومن قالت قبل كده ايه I'll have a steak، وهنا بقول I'll have that، صيغة فيوتشر I will، انا سوف. في اخر صورة قالت له here you are، تفضل. قال لها thanks، شكرا. It looks delicious، it looks delicious، يعني تبدو ايه شهية او لذيذة. conversation time، المحادثة لازم نقرأها مرة واثنين وثلاثة، ونقرأ الجمل بتاعتها ونحفظها كويس جدا. تعالوا يلا ننتقل على الصورة اللي بعد كده والدرس اللي بعد كده. listen to where the time، وقت الكلمات، الكلمات الأساسية اللي بيعتمد عليها listen 3 اللي هو الدرس الثالث البراكتس تايم. listen and repeat، استمع وكرر. أنا هقرأ الكلمة ثلاث مرات وانت تكرر معي. Number one, water, water, water. Number two, lemonade, lemonade, lemonade. Three, roast beef, roast beef, roast beef. Four, roast turkey, roast turkey, roast turkey. Five, chicken soup, chicken soup, chicken soup. Six, fruit salad, fruit salad, fruit salad. 7, orange juice, orange juice, orange juice. 8, coffee, coffee, coffee. 9, bread, bread, bread.
10 apple pie apple pie apple pie. يبقى عندنا water اللي هو الماء, lemonade عصير الليمون, roast beef اللي هو اللحم البقري roast, roast turkey اللي هو الديك رومي محمر, chicken soup شوربة الدجاج, fruit salad سلطة الفواكه, orange juice عصير برتقال, coffee القهوة اللي هو الشراب مشروب يعني, bread خبز, apple pie اللي هي فطيرة التفاح. في عندك number B بيقول لك point أشر and say the words والكلمات, و listen and point واستمع وردد. اسمعهم تاني يلا سريعا. water, lemonade, roast beef, roast turkey, chicken soup, fruit salad, orange juice, coffee, bread, apple pie. بفكرك تاني حبيبي وفكرك يا حبيبتي ان كل listen لوحده تسمعه مرة واثنين وثلاثة وتكتب كلماته وتحفظه, بعدين ننتقل ليه للisten 2 وهكذا listen 2 هتمكن منه كويس وانتقل للisten 3. focus time ركز معايا في الكونتينرز الموجودين قدامنا listen and repeat. number 1 a bottle of water a bottle of water يعني زجاجة ماء. number 2 a can of lemonade a can للكنز يعني بس هنا طبعا singular مفرد a can of lemonade A can of lemonade. Can اللي هي علبة صفيح. Cans يعني. Three. A slice of turkey. A slice of turkey. Slice يعني شريحة من التركي. من الديك الرومي. Four. A piece of apple pie. A piece of apple pie. يعني قطعة من فطيرة التفاح. Five. A bowl of chicken soup. A bowl of chicken soup. يعني طبق أو سلطانية من شرب الدجاج. 6. A glass of orange juice. A glass of orange juice. كوب زجاج من عصير برتقال. 7. A cup of coffee. A cup of coffee. فنجان من القهوة. Number 8. A loaf of bread. A loaf of bread. رغيف من الخبز. Listen and repeat. ركز معايا كده. طيب احنا قرأنا اللي فات وانا ما ركزتلكش في الشرح عليه لكن هركز لك هنا. في عندنا سؤال بهاو ماتش وهاو ميني. هاو ماتش وهاو ميني. هاو ماتش بمعنى كامل كمية وهاو ميني كامل عدد. يبقى يجي بعد هاو ماتش اسم كمية يعني ايه uncountable noun اسم لا يعد, وهاو ميني يجي بعدها countable noun اسم يعد. يعني لو قلنا for example على سبيل المثال قدامك كده هاو ماتش water, الwater ما بتعدش لكن اقدر اعده لما احط قبله ايه ايوه كونتينرز محتويات وعبوات من اللي فاتت في البيج السابقه. يبقى هاو ميني بودلز اوف ووتر. وعندنا سؤال في الماضي ديد شي هاف. ديد شي هاف اجابتها بتكون تحت زي ما موجود قدامك كده. شي هاد. شي هاد 1 بودل اوف ووتر لو مفرد. شي هاد 3 بودلز اوف ووتر. اوكي يبقى النهارده هاو ماتش اقول مثلا هاو ماتش جوس. طيب هنا الجوس فعلا ما بتعدش هاو ماتش كمية, لكن لو قلت هاو ميني جوس خطأ. ولا اقول ايه هاو ميني واشوف الجوس بقى موجود عندي في بودلز, موجود عندي في جلاسز, موجود عندي في كانز زي ما هو موجود بقى. اوكي فهمنا ديت. طيب تعال بقى للسن اللي بعد كده البراكتس تايم نبدأ نعمل اكسرسايزز وتدريبات على القاعدة هاو ماتش انكاونتابل ناون اسم لا يعد, هاو ميني كاونتابل ناون اسم يعد. Practice time lesson 3 listen and repeat استمع وكرر then practice with a partner بعد كده مارس مع زميل تدرب. ركز في المثال اللي فوق كده how much bread did he have. قلنا did he have تكون في الإجابة جنبها he had. بنعد البريد اللي موجود 6 loaves of bread يعني 6 رغيفة من الايه الخبز. طيب يلا نطبق كده نعمل exercise على picture 1. لو عندنا عدد هنقول how many, عندنا كمية هنقول how much, عندنا هنا ايه pieces of apple pie pieces plural جمع يبقى how many pieces of apple pie did they have. okay again كمان مرة how many pieces of apple pie did they have. طبعا هما جمع نقول they had four pieces of apple pie, they had
four pieces of apple pie. عايزك تكتبها كده في كراسة خارجية عشان وانت في الكلاس تمارس مع المس او مع المستر بتاعك. Picture 2 عندنا poles. جامع هو plural يبقى how many. How many poles of chicken soup did she have? How many poles of chicken soup did she have? الإجابة she had one pole. مش هتجمع بقى في الإجابة عشان one. She had one pole of chicken soup. She had one pole of chicken soup. Picture 3. Lemonade. ما بتعدش. How much lemonade did you have? How much lemonade did you have? الإجابة I had. You طبعا I في الإجابة. I had two cans of lemonade. I had two cans of lemonade. Number 4. Roast beef, uncountable, لا يعد, singular, but how much? How much roast beef did she have? How much roast beef did she have? الإجابة, she had two slices of roast beef. She had two slices of roast beef. Picture 5, عندنا cups, جمع plural, يبقى how إيه? How many? How many cups of coffee did she have? How many cups of coffee did she have? الإجابة she had one cup. One cup of coffee. She had one cup of coffee. Orange juice في picture 6. The orange juice لا يعد, uncountable. How much orange juice did you have? How much orange juice did you have? الإجابة I had two glasses of orange juice. I had two glasses of orange juice. Number 7. Fruit salad. Uncountable. How much fruit salad did you have? How much fruit salad did you have? الإجابة I had one bowl of fruit salad. I had one bowl of fruit salad. Number 8. Slices. عند الجامع plural. How many slices of turkey did he have? How many slices of turkey did he have? الإجابة he had 4 slices of turkey. He had 4 slices of turkey. يبقى بعد الأمثلة بإذن الله نكون قادرين إن احنا نحل سؤال how much اسم كمية لا يعد uncountable noun. How many نجيب الكونتينرز بتاعها المحتويات اللي زي ما شفنا كده slices, bottles, loaves, cups على حسب طبعا الكلمة اللي انت بتجيبها لها. Look at page 8, انظر لصفحة 8, practice with a partner, ولازم طبعا تتدرب مع زميل, مع زميل, مع زميلتك, مع بابا, مع ماما, اي حد بيذاكر معاك, انت مرة تسأل هو يأجب, وبعدين نعكس الادوار الرول بلاي, هو يسأل وانت تأجب. اوكي يلا ننتقل على الليسن اللي بعد كده. ليسن 4, درس الرابع. جراندبا أليز ريستورانت اوبنز. خلاص جده علي هيفتح المطعم بتاعه, اجهز يلا عشان نروح ناكل. يلا اكيد عامل في يوم فري ولا حاجة. تعالوا يلا نقرأ الباسج. ليسن 4 طبعا بقى مركز على الريدين, كان في برايم 3 و 4 و 5 كان مركز على الفونكس, على الصوتيات في منهج تايم فور انجلش, لكن هنا في برايم 6 مركز على الريدين للقراءة. وطبعا الأسئلة القطع الباسجز اللي بتيجي لك في الامتحان بتكون, والباراجرافز والايميلز بتكون مركزة على الليسن 4. يلا نقرأ مع بعض وبعدين نطلع نيو ويرز الكلمات الجديدة. Grandpa Ali's is a new Italian restaurant in downtown Cairo. مطعم جده علي مطعم إيطالي جديد في وسط القاهرة. It opened on May 5th. تم افتتاحه في 5 مايو, يعني 5/5. 5th يعني الخامس. Who is Grandpa Ali? من هو الجد علي? Is he the owner? هل هو المالك? No. The real Grandpa Ali is the owner's grandfather and the chief at the restaurant. لا ده الجد هو الايه, هو المالك وهو الشيف بتاع المطعم. بس الثاني. Last Saturday, السبت الماضي, ليلى أبدو and her friend Diana Smith
ليلى عبده وصديقتها ديانا سميث هاد لانش، تناولوا الغداء at Grandpa Ali's في مطعم الجد علي. Their pizza is the best pizza in town. ليلى said. ليلى بتقول إن البيتزا بتاعتهم أفضل بيتزا في المدينة. على اليمين يلا البراجراف اللي بعد كده. ديانا said. ديانا زميلتها بقى بتقول I am going to bring my children here. أنا سوف أحضر أطفالي هنا. Going to زغت future مستقبل. خدناها في برايم 5. Kids under 5 eat free. الأطفال تحت 5 سنين مجانا. خسارة بقى اللي أكبر من كده. Grandpa Ali's is clean. المطعم نظيف. And the prices are good. والأسعار جيدة. The address is العنوان بقى 12 الأهرام ستريت. 12 شارع الأهرام. They're open daily. فاتحين يوميا. From 11 a.m. 11 صباحا to 10 p.m. 10 مساء. They serve lunch. بيقدموا اللانش الغداء and dinner. والعشاء. New words الكلمات الجديدة اللي موجودة عندنا. New يعني جديد. Downtown وسط المدينة. Rail الفعلي أو الحقيقي. Pest أفضل. AM و PM صباحا ومساء. Italian يعني إيطالي. Owner مالك. Chief طباخ الطاهي. Price سعر. Serve يقد. عندك هنا بعض السيمبل سنتنسز الجمل البسيطة اللي ممكن تستخدمها فين؟ في الباراجراف. زي عندك ايه؟ Kids under 5 eat free جملة سهلة جدا. عندك Grandpa Ali's is clean نظيف. Prices are good. They open, they are open daily فاتحين يوميا. They serve lunch and dinner. 5 جمل هم سهلين وانت طبعا بيكون مطلوب منك 7 sentences ايه؟ 7 جمل. اوكي؟ يلا نقرأ تاني سريعا يلا. Grandpa Ali's is a new Italian restaurant in downtown Cairo. It opened on May 5th. Who is Grandpa Ali? Is he the owner? No. The real Grandpa Ali is the owner's grandfather and the chef at the restaurant. Last Saturday, Layla Abdo and her friend Diana Smith had lunch at Grandpa Ali's. Their pizza is the best pizza in town, Layla said. Diana said, I'm going to bring my children here. Kids under 5 eat free. Grandpa Ali's is clean and the prices are good. The address is 12 Al-Ahram Street. They're open daily from 11 a.m. to 10 p.m. They serve lunch and dinner. لو لاحظت كده تلاقيني وانا بقرأ كنت باخد نفسي عند ايه؟ نهاية الجملة. لازم اكون محضر. الناس اللي بتقرأ في المقالات الصبح في البرنامج الإذاعي واللي بيقدم بيعمل البحث وكده وبيقرأ وعنده عايز ينمي مهارة القراءة لازم ياخد لقطة كده للجملة كلها من أولها لآخرها وبعدين يقرأها على بعضها بحيث ان هو تبقى قراءته جيدة ما يقطعش الكلمات وطبعا لازم يكون سامع الكلمات كويس وحافظها كويس. يلا نحل الاكسرسايزز وبكده يكون الوحدة ان شاء الله تنتهي معنا. Exercises على reading. Listen and circle true or false. في عندك CD هتسمعها كويس وبعدين هتشوف الجملة. لو الجملة طبعا موجودة عندك في الباسج يبقى true، مش موجودة او مفقودة خطأ تبقى false. بعد كده read the questions، تقرأ الأسئلة و write the answer. What's the name of the restaurant؟ اسم المطعم طبعا سهل. Where is Grandpa Ali's؟ يكتب العنوان. Who is Grandpa Ali's؟ مين هو الجد علي؟ كل ده موجود في الباسج. When is Grandpa Ali's open؟ واتفتح طبعا ايه؟ امتى؟ دي اسئلة طبعا على الريدنج. بعد ما تقرأ كويس وتحفظ كلمات الباسج تبدأ تأجب عليها، وانا شايف ان اسئلة سهلة ما فيش فيها اي مشكلة. تعالوا يلا ننتقل على الاكسرسايزز اللي بعد كده. Listen and answer the question. استمع واجب على الاسئلة. طبعا في اسئلة listening موجود طبعا سي دي قدامك، هتسمع الاسئلة وهتبدأ تأجب في الكلاس مع المس. Exercise B. Ask your classmates. يلا انت بقى وزميلك وانت وزميلتك. Write their names. اكتبوا اسماءكم. And circle yes or no. Do you want a slice of roast beef for dinner? هل انت عايز roast beef for dinner؟ كل واحد بقى هنا مع زميلك تكتبوا اسامي بعض وتسألوا بعض. لا هتعمل طبعا yes or no. عندك number one slice of roast beef. A bowl of fruit salad. A piece of apple pie. A bowl of soup. طبعا اللي جعان اكيد هيعمل على كله ايه؟
يس طبعا. في بقى اللي بيحب فطيرة التفاح، اللي بيحب الفروت سالد الروست بيف، وفي واحد طبعا واحدة ما بتفرقش معاها، هيشتغل على كله ايه طبعا. يس. اكسرسايز سي، اسئلة بقى عن نفسك انت، ريفيو راجع اللي فات، ريد اند رايت ذا انسرز، اقرأ واجب على الاسئلة. Did you have a piece of apple pie for breakfast today؟ النهاردة اليوم هل انت تناولت piece of apple pie على الفطار يعني؟ Number two, do you like bread؟ هل تحب الخبز؟ Yes or no. Number three, what's your favorite food؟ طعامك المفضل، تكتب طعامك المفضل. Number four, did you have a glass of milk this morning؟ هل تناولت كوب من الحليب هذا الصباح؟ بكده حبايبي نكون وصلنا لشرح unit 2 منهج تايم فور انجلش بعنوان ان ذا ريستورانت. اتمنى ان نكون وفينا في شرحها. لو عندك اي استفسار او اي سؤال سيبولي تحت في الكومنت، وانا سايب لك الروابط تحت للجرامر ورابط لشرح. لو عندك اخوات في برايم 1 في 2 في 3 عايز كورس جرامر تقوي نفسك فيه موجود طبعا، عايز كورس تاسيس لاخوك اللي في الكيجي، كل ده موجود عندك باذن الله تعالى في الديسكريبشن للفيديو في وصف الفيديو تحت. Thanks for watching. شكرا على المشاهدة. تنساش لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد بإذن الله تعالى. Goodbye.